أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا هذا الحادث المؤلم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. بخالص العزاء للشعب المصري كله بصفة عامة ولأسر الضحايا بصفة خاصة على هذا الحادث الأليم اللي حصل النهاردة صباحا في كنيسة أبو سيفين في منطقة أرض مطار إمبابة في محافظة الجيزة. والحقيقة يمكن الحادث الأليم ده نتج عن حريق حصل في مبنى الكنيسة نفسه، ومن أول لحظة الحقيقة الدولة كلها بكل أجهزتها تحركت بصورة فورية. الحقيقة وزارة الداخلية من خلال إدارة الحماية المدنية اتحركت، وطبعا الشرطة كلها وكله تأمين الموقع وكل رجال الحماية المدنية الحقيقة بذلوا جهد كبير جدا وملحمة كبيرة في مكافحة الحريق وإيقافه قبل ما يتفاقم، لأن طبعا هو في منطقة شعبية والمنطقة كلها مكتظة بالسكان، ويمكن عدد من أفراد الحماية المدنية نفسهم أصيبوا في الحادث وموجودين في المستشفى وشفتهم.